المعسكر الآخر والمنتخب الآخر اللي نتمنى أيضا يكون حلما جميلا في المستقبل واقعا ملموسا. معسكر منتخب الناشئين انطلق هو الآخر أيضا استعدادا للمنافسات القادمة، أيضا بدورنا كقناة رسمية ندعم مثل هذه المعسكرات وهذه الفئات السنية التي تحتاج الحضور والتواجد. نتابع هذا التقرير. ما في شك طبعا المجموعة الموجودة كلها آسيوية ما عدا الفريق السعودي اللي هو من غرب آسيا، والمجموعة الثلاث الفرق كلها من شرق آسيا، طبعا مجموعة قوية، لكن احنا إن شاء الله يعني مستعدين للشيء هذا. صحيح أنها صعبة وصحيح أنها قوية، لكن سبق أن قابلنا فرق قوية منتخبات قوية جدا وقدرنا التغلب عليها، ولا زال عندنا وقت متسع من الوقت في عملية الإعداد وتجهيز الفريق، يعني تجهيز طيب إن شاء الله، خاصة بعد ما تنتهي الاختبارات الأولى عندنا معسكرات خارجية مواصلة إن شاء الله لحتى إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله اللي هي التصفيات النهائية. لا أبدا، احنا عملية 4 أيام إن شاء الله أو 5 أيام نلعب فيها مباراتين للاطمئنان على لاعبين الحقيقة، لأن عندنا مجموعة كبيرة ما تلعب في الدوري السعودي بحكم صغر سنها، وعندنا مجموعة قليلة جدا هي اللي تلعب في الدوري الناشئين، فحنا نطالع الكم الكبير اللي ما يلعب مع نادي، عشان كذا عملنا فترة قصيرة جدا عشان مشاركة المنتخب في مباراتين للاستفادة منه وعدم جلوس اللاعبة اللي ما شاركوا في الدوري، اللي بعض شارك فيهم 10 دقائق والبعض 7 دقائق واللي نص شوط واللي نص ساعة، فهذه فرصة كبيرة عشان المشاركة، وخاصة ان عندنا معسكرات مقبلة ان شاء الله حتساعدهم كثير ان شاء الله في اعداد الفريق المنتخب وتحضيره تحضير ممتاز ان شاء الله. معسكر كما تشوفون اليوم بدا لمده 5 ايام، طبعا يعتبر معسكر قصير، الهدف منه تجميع اللاعبين وتعويدهم على امور فنيه وتكتيكيه بالنسبه للمدرب، اضافه الى في وجود 3 لاعبين تم استقطابهم من انديه الاحساء لمشاهدة مستواهم والحكم عليهم من قبل الجهاز الفني. المعسكر هو امتداد لإعداد هذا المنتخب لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في إيران. طبعا المنتخب قبل فترة قام معسكر ناجح في إسبانيا، وهناك معسكرات خارجية أخرى في البرتغال والسويد، وبطولة ودية بتكون إن شاء الله في شهر رمضان. المعسكر أو الإعداد يحظى باهتمام ومتابعة إدارة المنتخبات الأستاذ محمد المسحل والأستاذ عبد الله المصيريخ، إضافة إلى الجهاز الإداري والفني، ونتأمل إن شاء الله. صحيح أنها مجموعة قوية وقع فيها المنتخب السعودي، لكن وصول كأس العالم لابد يطلع عن طريق صعب. الطريق الصعب طبعا قابلناه هذا الحين من البدايه. هي مجموعه قويه بس ان شاء الله بغض النظر احنا نسوي معسكرات مجهزين نفسنا ان شاء الله القادم، ان شاء الله نكون قده ونجيب. ايضا نتمنى ان شاء الله التوفيق لهذا المنتخب، نتابع جميع المنتخبات.